أنا أعتقد سبب نجاح المسرحية لأنها بتشبه الناس، قريبة على قلوبهم، وبيشعروا أنه هي بتعبر عنهم، بتحكي المسرحية اللي هم بيعجزوا يحكوه، بلاحظوا أنه بعيشوا مع القصة لأنها زيهم بالضبط. هي دعوة للحب، أن يعطوا مساحة للحب وللشباب أن يحلموا بمستقبل أجمل ومستقبل رائع بعيدا عن الحالة الموجودة الآن في قطاع غزة، وخاصة موضوع الشباب ومعاناتهم. هذا ينعكس أيضا على نهاية المسرحية، تبقى الوطن مقسم، تبقى العائلات مقسمة، يبقى الشباب مقسم، وحوارات من أجل حوارات وبدون نتائج تنعكس على المواطن الفلسطيني.